يعطيكم العافية يا جماعة. فيديو اليوم راح يكون بخصوص كأس العالم قطر 2022. أخوي من وراء الكواليس طبعا راح يسألني كم سؤال بخصوص كأس العالم هذا و راح أجاوب عليهم. تفضل السؤال الأول. مين بتشجع في كأس العالم؟ بشجع في كأس العالم المنتخبات العربية في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية البرتغال، في المرتبة الثالثة البرازيل. مين تتوقع يفوز في كأس العالم؟ مين أتوقع يفوز؟ في عندنا البرتغال تمام، وفي عندك البرازيل، وفي ممكن بتوقع لو كان سيناريو النهائي البرتغال والأرجنتين ياخذوا الأرجنتين. مين تتوقع يتأهل من المنتخبات العربية لدور الـ16؟ بنظري صاحب الحظوظ الأكبر منتخب قطر، وفيما بعد منتخب المغرب ممكن، بس التونسي والسعودي صراحة بتوقع أملهم قليل كثير. مين تتوقع يكون الهداف؟ هداف كأس العالم بتوقع كيليان مبابي. خلاص، يعطيكم ألف عافية.